الفترة اللي احنا فيها دلوقتي الطقس فيها غير مستقر، يوم حر ويوم برد، وداخل ناس كتيرة جدا تخفف الهدوم بتاعتها. في المقابل دايما بنشوف تحذيرات من الأرصاد بعدم تخفيف الملابس في ظل التقلبات الجوية، وتحديدا الأشخاص اللي بيعانوا من حساسية الصدر وكمان مرضى الجيوب الأنفية. طبعا يعني الناس دي اكتر ناس دلوقتي بتعاني، وخلينا نعرف مع حضراتكم كده، نعرف اكتر عن ازاي مرضى الصدر والحساسيه والجيوب الانفيه يقدروا يحافظوا على نفسهم من التقلبات الجويه. بنرحب في فقرتنا النهارده بدكتور محمود عبد المجيد، استشاري الامراض الصدريه ومدير مستشفى الصدر العباسيه سابقا. صباح الخير حضرتك دكتور. كل سنه حضرتك طيب. صحه والسلامه، صباح الخير عليكم. هو طبعا زي ما حضراتكم بتقولوا يوم مر ويوم حلو زي ما بيقولوا، لكن برضو في ملاحظه انه في نفس اليوم ممكن يحصل تغيير في الجو، ودي اكتر حاجه تبقى يعني انه البني ادم الصبح بيروح الشغل وهيبتدي يروح الشغل، فيلاقي الجو الصبح حر شويه فيلبس خفيف، والناس اللي دلوقتي ما فيش حد يشتغل لغايه 6 و7 يرجع يلاقي الدنيا برد هو لابس خفيف. فطبعا التقلبات دي سواء بين يوم ويوم او في نفس اليوم تخلينا لازم نعمل احتياطاتنا للجميع، وخصوصا طبعا مرضى الحساسيه. طب دكتور يعني ايه الاصعب على مرضى الحساسيه، الجو البرد ولا الجو الحر ولا فكره التقلبات الجويه بشكل عام؟ هو بس شوف حضرتك، هو المشكله في الانتقال المفاجئ من جو حر لجو بارد، يعني انتقال الجسم مره واحده من جو حر او جو البيت الدافي للجو الخارجي، بكره المدارس والحاجات دي الناس تنزل، الاطفال ينزلوا الصبح بدري، من البيت الدافي للجو البارد الصبح، الانتقال المفاجئ ده غلط، وده اللي بيسبب المشاكل، لانه بيضعف اجهزه المناعه في الجسم، الجهاز التنفسي اول حاجه لانه بيستنشق الهواء البارد، فده بيضعف مناعته. الميكروبات موجوده في الجو حوالينا بصفه مستمره، مش يعني طبعا بتزيد في اوقات الشتاء بالذات في الاماكن المغلقه، اوقات الاوبئه، لكن هي موجوده. طب ليه ما بتخليناش نعيا طول الوقت؟ لان مناعتنا هي اللي بتحمينا. فلما المناعة بتضعف الميكروبات الموجودة عادية وفي وضع عادي في الجو هي دي بتقدر تتغلب على مناعة الجسم وتسبب الأمراض المختلفة. ده الموضوع مش فقط متعلق بمرضى الحساسية والجيوب الأنفية، ده كل الناس. طبعا دي احتياطات عامة، واعتقد انه والد واهالينا وجداتنا كانوا دايما بينصحونا يقول لك خد لك بق ميه وانت نازل، خد بق ميه، دي نصيحة يعني اسأل مجرب قبل ما تنزل. ايه طب ليه الميه، ايه السبب؟ الميه دي بتبقى واخده درجه حراره الجو بره، فلما وجسمنا واخد درجه حراره البيت، لما بناخد نشرب الميه بتعادل درجه الحراره بدرجه كبيره، فجوف الواحد او الجهاز التنفسي ما يحسش بالفرق الكبير ده، فما يحصلش النقص الشديد في المناعه اللي ممكن يسبب الزكام والرشح والحساسيه والنزلات الشعبيه والتهابات الحلق. طيب دكتور، يعني في بعض انواع الحساسيه بتكون حساسيه مزمنه طبعا عند اصحابها، وفي حساسيه بتبقى لا مؤقته او موسميه. ايه العوامل اللي بتزيد من حساسيه الصدر؟ هي الحساسيه عموما سببها وراثي، يعني هي اسبابها وراثيه بتنتقل من اهالينا او من أو وممكن تنتقل باشكال مختلفه، يعني ممكن يبقى انا بسال الام هل انت عندك حساسيه؟ تقول لا انا ما عنديش. وبابا ما عندوش، الجد الجده الخال العمه، وممكن ما يكونش حساسيه صدر، يعني ممكن تبقى حساسيه في العين او حساسيه في الجلد وتنتقل بشكل مختلف للاجيال اللي بعدها. المهم ان الجين موجود، جين الحساسيه ينتقل ويظهر بشكل ايه، دي على حسب الاعراض ونعرفها. فاول سبب اول عامل للحساسيه هو العامل الوراثي. اللي بيظهره بقى طبعا التغيرات الجو زي ما حضرتك بتقول وحضرتك بتقولي، الانتقال من درجة حرارة، النزلات البرد، ده اللي بيظهر. عشان كده بعض الناس يقول لك أنا عمري ما كان عندي حساسية، يبقى عنده 40 سنة يقول لك أنا فوجئت أنا ما عنديش، ما اشتكيتش. أيوة، ما هو أظهرها عوامل معينة. طبعا في انتقال الفصول، تغير الفصول، بيبقى فيه حبوب اللقاح، في دايما حبوب العواصف، الأتربة، الحاجات دي كلها بتنقل التيارات الهوائيه السريعه، بتنقل الميكروبات وبتنقلها اسرع شويه، فالمريض اللي عنده حساسيه صدر او عنده استعداد هو اللي بيصاب اسرع واسرع، ولما بيشفى بيتاخر شفائه شويه عن العادي، عن الانسان العادي. فاحنا عندنا قاعده ذهبيه اللي هي الوقايه دايما خير من العلاج. طول ما احنا عاملين عوامل الوقايه اللي هنقولها
هتقلل مش هتمنع الإصابة طيب مسببات الحساسية. طيب هل كل الأنواع الحساسية، أنا حضرتك ذكرت حساسية العين وحساسية الجلد، هل دي برضو بتتأثر بالتغيرات الجوية؟ حساسية العين طبعا بتتأثر بالأتربة والحاجات دي، وحساسية الجلد برضو في بعض الأحيان، إنما حساسية الجلد بأسباب أخرى يعني أكل مثلا، أكل بالظبط كده، بعض الملابس جلد، بعض الملابس الملابس القطنية أحسن، ملابس الوبرية والحاجات دي والبطاطين والحاجات دي بتسبب أمراض جلدية، حساسية جلدية، بتسبب برضو حساسية الصدر. يعني من أسباب حساسية الصدر برضو الغبار اللي بيبقى موجود على البطاطين والأغلفة اللي عندنا، عشان كده بننصح دايما بالتهوية المنزل، العادات اللي احنا بطلناها دي، وباستخدام المكانس الكهربائية في تنظيف الأغلفة للسرة والأرض والحاجات دي كلها ننصح بيها، لأنها بتقلل الأتربة دي أنها تزيد وتسبب الأزمات الربوية أو كده. طيب دكتور، إن كان أصحاب الجيوب الأنفية أو حتى الحساسية، حساسية الصدر، في البعض منهم بيستسهل وبيستخدم كتير البخاخات اللي ممكن تكون بتساعده أكتر على التنفس بشكل أفضل أو أحسن، هل بالفعل استخدام الأنواع دي من البخاخات وما شابه ده صحي وسليم ولا لا؟ حضرتك أولا لازم ما حدش يستعمل أدوية من نفسه، لازم باستشارة الطبيب والطبيب المتخصص، يعني في الجهاز التنفسي العلوي، الأنف والأذن والحنجرة، يبقى دكتور الأنف والأذن والحنجرة هو اللي بيقول أستخدم البخاخة دي واستخدمها مدة قد ايه. احيانا بالفعل الدكتور كاتب عليها يا دكتور او وصفها بالفعل، بس بيبقى فكرة الافراط في استخدامها، هو الدكتور لازم اسأله استخدمها على طول ولا استخدمها وقت الانسداد الانفي او في فصول معينة. بالنسبة لنا احنا كاستشاريين اطباء صدر، البخاخات بننصح باستخدامها بصفة مستمرة. والبخاخات على فكرة بالنسبة لنا احنا بالذات الصدر امنة جدا، هي عبارة عن طريقة حديثة وفعالة وسريعة لتوسع الشعب، لتوسيع الشعب الهوائي ولتناول العلاج. والعلاج ليه طرق كتير، باخده بالحقن او واخده شراب او واخده اقراص. البخاخة بتعمل ايه؟ البخاخة بتنزل على الجهاز التنفسي من فوق مباشرة ما بتروحش اجهزة تانية. اي شراب او اقراص بتروح المعدة، ممكن اللي عنده تعب في المعدة يتعب، يمتصها الامعاء والمعده وتنشرها بقى الجسم، الكبد، حد عنده مشكله ممكن تنتشر. لكن البخاخات امتصاصها عن طريق الجهاز التنفسي اقل ما يمكن لاجزاء الجسم، وسريعه زي ما حضرتك بتقول، يعني مباشره بتحل المشكله. وفي بعض الاطفال وفي بعض الناس بتشفي من الحساسيه اللي احنا بنقول عليها انها حساسيه. بس يقال يا دكتور، يعني من الاقوال الشائعه عن البخاخات او حتى القطرات، الاقوال الشائعه اللي تعباني انا بصراحه اقول لحضرتك في بالنسبه مثلا الناس اللي بتستخدم قطرات الانف، في يقال ان استخدامها الكثير بيسبب شيء يشبه الادمان، انه مش هتبقى كويس من غير ما تستخدم قطرات الانف. مش بس ادمان، هي بتؤدي لانقباض الاوعيه الدمويه، وممكن تؤدي لانقباض الاوعيه الدمويه في الانف، وده مش كويس، بيعمل الاغشيه الانفيه يعمل لها مشكله. يعني ده غلط. نقط الانف يعني طبعا انا مش متخصص الانف واذن، لكن طبعا النقط بصفه مستمره خطا. غير بقى بجانب نقط الانف حتى البخاخات، البخاخات في بعضها برضو يقال ان هي ما تستخدمش بصفه مستمرة. بتؤثر على اللي بيقال انها بتؤثر على الاحبال الصوتيه، او انها ليها سايد افكتس او ليها اثار جانبيه. طبعا وبخاخات الصدر ما كناش نستعملها صح، ولازم نعمل حاجه اسمها بعد استخدامها غرغره الحلق، مش مضمضه، غرغره يعني ميه، وميه عاديه جدا، غرغره بعد استخدام البخاخه، ولازم نرجع الميه في الحوض ما نشربهاش، لان احنا لو شربناها يبقى بناخد البقايا بتاعت البخاخه وبننزلها في المعده، وده غير مطلوب، احنا مش عايزين ناكله في المعده. فاي حاجه لازم البخاخه الصدر بالذات لازم، عشان ما تعملش برضو اللي بتقولي عليه حضرتك، البحه اللي في الصوت اللي بتحصل عند البعض، والتهاب الحلق او التهابات الفطريه. ساعات بيبقى في التهابات فطريه نتيجه ان البخاخات فيها كورتيزون، ودي حاجه ما تخوفش، حاجه ممتازه وعظيمه. كورتيزون بيعالج الحساسيه بانه ده التهاب، وده مضاد للالتهاب، بس استخدمها الطريقه الصح وفي الوقت الصح. طيب بعض الاطفال الصغيرين اللي عندهم حساسيه صدر
بنسمع كده من اهاليهم بيقولوا لما يكبر، وبعض الدكاتره كمان بيقولوا يعني لما يكبر هتروح الحساسيه دي وهيخف. ده صحيح. هل الموضوع ليه علاقه فعلا بالعمر؟ ده صحيح. في كتير اطفال بيتحسنوا جدا وبيتروح منهم الحساسيه ما دام بيسمع كلام الطبيب المتخصص. الطبيب المتخصص ده مش لازم يبقى في العياده، ده ممكن يكون في مستشفى الصدر او في مستوصفات الصدر. انا بقول مستوصفات الصدر دي مستوصفات حكوميه مش مستوصفات خاصه، منتشره في كل احياء مصر. يعني احنا دلوقتي في مثلا السيده زينب فيها مستوصف صدر السيده زينب، شبرا في مستوصف صدر شبرا، والناس عارفه الاماكن دي. الحلميه في مستوصف صدر الحلميه او مركز صدر الخليفه. المطريه في مستوصف صدر المطريه، واسكندريه كده برضو. في كل حي في مستوصف صدر. والمستشفيات الصدر طبعا دول اللي يقدروا يشيروا علينا او يرشدونا في موضوع حساسيه الصدر. والعلاج للاطفال يبتدي بدري جدا يستحسن، ومفيش مشكله في استخدام البخاخات خالص، بالعكس ده لازم نستخدم البخاخات بالنسبه للاطفال. طب هل بخاخات الكورتيزون كمان، هل بعد فتره يا دكتور من استخدام البخاخات او ادويه الكحه او ايا كانت الادويه اللي بيصفها طبعا الطبيب لمريض الحساسيه، بعد فتره ممكن الادويه دي ما تبقاش مجديه بالنسبه له؟ هي دي نقطه مهمه جدا. هي الادويه البخاخات ما سمعناش عن حد حصل عنده انه البخاخه ما بقتش تجيب. هي اللي بيحصل انه هو بيستخدم البخاخه وجاله نزله شعبيه. لما يجيله نزله شعبيه طبعا تاثير البخاخه بيضعف، لان الممرات الهوائيه او الشعب الهوائيه بتبقى ضيقه بسبب الالتهاب، فبيبقى تاثير البخاخه ضعيف. يقول لك انا بطلتها مش عامله حاجه، لا، انت روح للطبيب المختص هيعالج النزله الشعبيه، هترجع البخاخه لقوتها تاني. وما فيش مانع من تغيير البخاخه برضو، والبخاخه الدكتور بيشوف المريض انهي بخاخه انسب ليه، الكبير في السن غير الطفل غير المتوسط العمر، المثقف الواعي قوي ممكن ليه طريقه للبخاخه، كل واحد وليه البخاخه والطبيب اللي يقدر يحدد. وفي مشكله كبيره في استعمال البخاخ، بعض الناس بتستخدم بخاخات مش في مصر بس، في العالم بره بيستخدموها غلط. ايه الطريقه الغلط يا دكتور؟ ازاي بيستخدموها غلط؟ يعني ممكن تتحكي طبعا، بعض الناس بيستخدموها زي سبراي تحت الدراع مثلا فاكرينها كده، بعض الناس يعني فعلا بيستخدموها كده، وبعض الناس بيستخدمها بدل الفم بيستخدمها في الانف. ايوه، وفي بعض الناس فاكرها بيروسول يعملها كده، لا، دي البخاخه ليها طريقه. في بخاخات بتبقى بتحط في الفم وبخرج نفسي الاول وبدوس وبشفط على صدري كويس، ده اللي يقدر يعمل. في بخاخات عباره عن كبسولات بتتحط وبتتم صحنها تقريبا وبتتشفط، وبنسميها بخاخه برضو، وبنتاكد ان هي انتهت لانه كبسوله بتبقى شفافه وتبقى فضيت. فكل بخاخه وليها الطريقه بتاعتها، ولازم انا باكد على المريض انه يجيب البخاخه وياه عشان اشوفه بيستخدمها صح ولا لا. لو استخدمها صح طبعا في المستوصف مش في عيادتي يعني. ولازم طبعا تحت ارشادات الطبيب ويفضل يتابع معاه، والمده الزمنيه المطلوبه بالظبط هيقلل جرعه برضو تكون تحت اشراف طبيب فعلا، هيتوقف برضو تماما. نبتدي بجرعه كبيره ساعات ونبتدي نقللها، او ساعات العكس بنرفعها على حسب الحاله. فيعني البخاخات دي انا بعمل دعايه للبخاخات، مهمه جدا ومفيده. ومش عايز الناس تبقى عندها زي ما بيقولوا الخوف الشنيع، هو بس الناس اللي عندهم جيوب انفيه بيختلط عليهم الامر. ففي انواع بخاخات كتيره قوي بالنسبه للمناخير، فكله بيستخدم اي انواع وخلاص. لا، ما يستخدمش الا اللي الدكتور يشوفه، الدكتور يقول عليه هو اللي يستخدمه. وبرضه بالنسبه لطبيب الصدر، اللي يقول عليه طبيب الصدر نلتزم بيه، وبلاش استشاره الصيدليه وانا بعت عندي كل واحد يقول لك انا عندي كتمه نفس جبت بخاخه. مش كل كتمه نفس او صعوبه في التنفس سببها الرئتين او الشعب. القلب ليه دور كبير، الوزن ساعات ليه دور، يعني الجهاز الهضمي ليه دور، مليان الجهاز الهضمي ممكن يبقى له دور. فكل واحد بيشتكي من صعوبه في التنفس لازم يستشير الطبيب. طيب السيدات الحوامل اللي بتعاني برضو من حساسيه الصدر، هل امن ان هم يستخدموا البخاخات ولا لا؟ هل بروتوكول العلاج واحد ولا لا؟ هل ليهم بروتوكول مختلف؟ سؤال طبعا مهم جدا. سدات البخاخه زي ما قلنا في الاول انها اضرارها قليله جدا او تقريبا ما فيش، فبالنسبه للسيده الحامل استخدامها امن جدا لغايه فتره الولاده، يعني قرب الولاده الايه بنبطلها وبنستخدم، يعني بدل ما نستخدم بخاخات طويله المدى زي ما بنقول طويله المدى اللي هي بتستخدم مثلا
مره كل 24 ساعه او مرتين كل 24 ساعه. بنستخدم بخاخات قصيره المدى. ليه بقى؟ لانه البخاخه بتعمل دورها عموما هو ارتخاء في العضلات بتاعه الشعب الهوائيه، ومش بس الشعب الهوائيه، كل العضلات. فده ممكن يعمل ارتخاء في عضلات الرحم نفسه. فلو حصل انه ارتخاء يحصل بعد الولاده، الرحم ما يرجعش ينقبض بالدرجه المطلوبه، لان يعني دايما بعد الولاده الرحم بينقبض، وده اللي بيخلي ما يبقاش فيه نزيف بعد الولاده. فما بنستخدمش البخاخات قبل الولاده مباشره ب 48 ساعه، بنستخدم البخاخات قصيره المدى. وتاثيرها مهم عندي جدا بالنسبه للام الحامل، ان الاكسجين للبيبي يبقى للجنين، ولا تؤثر على الرضاعه برضه يا دكتور؟ لا تؤثر، لا تؤثر. وفي للجنين مهم ان الاكسجين بتاعه نسبته تبقى كويسه جدا، فده اهم من اي حاجه. فالبخاخه طبعا بتوسع الشعب الهوائيه للحامل، وبتخلي الاكسجين يصل بنسبه كويسه للجنين، وده مهم جدا جدا. طيب احنا ازاي بقى نعزز من جهاز المناعه لمواجهه تقلبات الطقس بالنسبه للاصحاء وكمان مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه؟ يعني طبعا مهم جدا زي ما قلنا الوقايه. بالنسبه لتغييرات الجو اليوميه اللي هي بتحصل اليومين دول، الصبح يبقى حر، المفروض ابقى لابس خفيف الصبح، بس معايا جاكيت او حاجه اخر النهار لو انا راجع البس الجاكيت ده، او معايا جيليه او حاجه البسه. برضو ما نخففش، يعني ده مش وقت تخفيف الهدوم لسه. احنا دايما عندنا عددنا المصريين بعد شم النسيم، يعني دايما شم النسيم هو قرب، كل سنه وانتم طيبين. حضرتك طيب. يبقى تقريبا اسبوعين يعني 6-5 تقريبا. تقريبا بعديها نبتدي نطلع الملابس الصيفي. اللي قلنا عليه ان هو الصبح واحنا رايحين المدرسه نشرب كوبايه ميه، نفطر، لازم يبقى فيه وجبات متوازنه فيها كل العناصر الغذائيه لاطفالنا، لان دي اللي فيها اللي بتزود المناعه. في عندي فاكهه، في عندي بروتين زي فول، زي بيض، زي لحوم، زي ألبان. اللبن مهم جدا على فكرة. في نقطة مهمة، بعض الناس يقول لك ده عنده حساسية ما يشربش لبن، ده عنده حساسية ما يأكلش سمك. ده أقوال، الكلام ده مش دقيق. والصحيح إن كل واحد ليه حساسية من حاجة مختلفة، وإن احنا نحرم أطفالنا من حاجات مهمة، عناصر غذائية مهمة جدا زي اللبن والبيض أو السمك بدون ما يكون ده هو السبب للحساسية، ده خطأ كبير جدا. واحنا بنقول اللي عنده برد ما ياكلش بيض وسمك. كويس جدا. دي يعني ما اعرفش جايه منين. يعني انا في عز ما بقى عندي برد بصراحه باكل سمك، لان بحب السمك جدا وما بيعملش اي حاجه. انا جربت والله يا دكتور، ما حصلش اي حاجه برده. مش كده؟ وسايبه ايديكي كمان مش يعني. لا، ما فيش حاجه اسمها كده، كل واحد ليه حساسيه. طب ازاي نعرفها؟ الام او الاب يلاحظوا انه الطفل لما بياكل حاجه معينه بعدها ساعتين ولا حاجة بيزيد السعال بتاعه، بيزيد، بيجي صعوبة التنفس، يبقى ده يسبب. لكن العناصر، ولازم يجرب عنصر عنصر لوحده، يعني ما ياكلش بيض ولبن في نفس اليوم هيعرف منين انه يسبب له الأزمة. صحيح. فلازم يجرب. برضو يعني ما احنا بننصح دايما انه الأطعمة اللي فيها مواد حافظة دي نبعد عنها عموما، يعني حاجات البطاطس المقلية والحاجات دي اللي بتباع دي عليها مواد حافظة، والمياه الغازية بالنسبة لمرضى الحساسية بالذات يجب ان احنا نبتعد عنها. دي في كمان اللقاحات مهمة جدا، لقاح الانفلونزا الموسمية ده مهم جدا بالذات بالنسبة لكبار السن والاطفال اللي عندهم نقص في المناعة او مرضى الحساسية. لقاح الانفلونزا بيتاخد دايما من شهر 9 و10، وبيتاخد من سن 6 شهور. يعني 6 شهور الطفل ممكن ياخد لقاح الانفلونزا، واللقاح ده بيتاخد بالنسبه للطفل اللي ما خدوش قبل كده مرتين، اول مره بينهم فتره شهر، ونفس جرعه الكبار. ولقاح الانفلونزا امن جدا وملوش اضرار جانبيه وما بيتعبش. يعني الشخص اللي بيتلقى اول مره لقاح الانفلونزا بياخده؟ لا، مش كل واحد. الاطفال. الاطفال ليه؟ لان احنا ككبار ممكن يكون خدنا الانفلونزا فتعتبر زي خدنا لقاح. فانا باخد الاطفال الصغيرين لسه 6 شهور ل4 سنين، مفروض ياخد جرعتين لو بياخدوا لاول مره، وبعد كده كل سنه ياخد جرعه واحده في نفس الوقت، بالذات الاطفال اللي عندهم حساسيه. فمهم جدا اللقاحات، مهم الملابس، ان احنا زي ما قلنا فيها يقول لك لا اقلع والبس. اقلع والبس على حسب درجه الحراره، الجو حار خفف، وياك حاجه جاهزه لو بالليل تقل، بالليل الجو برد تتقل، مفيش مشكله. انما بتشتقل بقى، بص الاقي 4-5 الدولاب كله لابسه، والدولاب تتعب على طول. وانت بتقلع ده تتعب على طول. نعم.
هو لما يجي يقلع الهدوم التقيله دي كلها يتعب على طول. ده هو لابسها بيتعب ليه؟ لانه بيعرق من كتر ما لابس. انا بكشف افضل اشيل طبقه ورا طبقه، وافتكر دايما عادل امام في الفيلم بتاع كان اسمه ايه، كان فيلم الارهاب والكباب، لما قعد يشيل غطا ورا غطا ورا غطا وفي الاخر ايه. فطبعا كفايه يا جماعه مفيش دولاب عندكم في البيت، فبيبقى في دولاب الحقيقه. فده بيعرق، والعرق يعمل ايه؟ يخلي اي شويه تيار هواء او غيره ممكن يسبب البرد اللي احنا بنقول عليه، اللي يبقى بعد كده التهاب في الحلق وغيره. نشكر حضرتك طبعا جزيل الشكر الدكتور محمود عبد المجيد استشاري الامراض الصدريه ومدير مستشفى صدر العباسيه سابقا، نشكرك يا فندم طبعا على كل يعني النصايح لحضرتك افدتنا بيها وافدت الساده المشاهدين. انا سعيد ان انتم تحتوا لي الفرصه طبعا اقدر اتكلم. متشرف بوجود حضرتك يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا.